نروح بقى مع حضراتكم لمقر البوابة نيوز، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي هتقول لنا على آخر المستجدات صحفيا وأهم المانشيتات. يا مريم صباح الفل عليكي، أهلا بيكي، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز، والبداية من موقع اليوم السابع. اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة دوري الجمهورية. تجرى اليوم مراسم سحب قرعة دوري الجمهورية مواليد 2001 و2003 للأندية المشاركة في بطولات القسم الأول للناشئين والشباب بمقر الجبلية، وبحضور أيضا مندوبي الأندية. ومن ناحية أخرى، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره المصري موعد النهائي لترشيح القائمة النهائية والدولية للحكام، وحدد الفيفا 25 من سبتمبر الجاري موعد نهائي لتقديم هذه القائمة الخاصة بالحكام الدوليين. وخطاب الفيفا تضمن بعض الشروط الحكام للترشح، منها أن يكون الحكم ولد قبل 31 ديسمبر عام 1997، والحكم المساعد أن يكون ولد قبل 31 ديسمبر عام 1999، وخضوع أي حكم بيزيد سنه عن 45 سنة لتقييم فني من لجنة تحت مظلة الفيفا. وتتراقب الشروط العامة أيضا لترشيح أي حكم أن يرفق مع ملف الترشح تقييم الحكم في المباريات التي أدارها على المستوى المحلي خلال 12 شهر قبل ترشحه للقائمة النهائية والخاصة بالحكام الدوليين، وترتيب الحكام وفق هذا التقييم. أيضا من اليوم السابع، العنوان الثاني النهاردة في الجولة الصحفية، منتخب الكاراتيه يعود اليوم من تونس ب 38 ميدالية متنوعة. تعود اليوم بعثة منتخب الكاراتيه من تونس بعد المشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا واللي أقيمت في الفترة من خلال 8 وحتى 11 من سبتمبر الجاري. طبعا توج خلالها المنتخب ب 38 ميدالية متنوعة، سواء ذهبية أو برونزية أو أيضا فضية. ومن المقرر أن تعود البعثة على مرحلتين، الفوج الأول هيعود النهاردة بإذن الله، والفوج الثاني هيعود غدا الثلاثاء بعد وصول الفوج الأول اليوم. وطبعا ده كان نفس الترتيب اللي غادرت به البعثة إلى تونس، انتقلت برضو على فوجين اليوم الأول واليوم الثاني، وهيعود النهاردة رئيس البعثة أو رئيس الاتحاد مع الفوج الأول المقرر له العودة اليوم من تونس. حصد اللاعبون 19 ميدالية في اليوم الأول، وأيضا 19 ميدالية في اليوم الثاني من منافسات البطولة. وطبعا الميداليات كانت أو تقسمت إلى 13 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية، بالإضافة إلى 13 ميدالية برونزية. وشارك الكاراتيه في البطولة الحقيقة يعني يمكن المرة دي بأكبر بعثة مصرية في تاريخ البطولات، لأن شارك فيها 77 لاعب ولاعبة. من موقع الشرق الأوسط، ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة. استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من منافسه طبعا المعتاد أو اللدود برشلونة بفوزه الكبير على ضيفه ريال مايوركا 4-1 أمس طبعا بالمرحلة الخامسة. وتعتبر بداية ريال مدريد يعني مثالية كما وصفها التقرير، إذا يمضي بالعلامة الكاملة مع 5 انتصارات على التوالي في الدوري طبعا، و7 من 7 مع احتساب الفوز بكأس السوبر الأوروبية والانتصار على سلتيك الاسكتلندي 3-0 في مستهل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وارتقى ريال مجددا إلى الصدارة مع 15 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة الفائز على قادش برباعية في افتتاح منافسات هذه المرحلة. واصل طبعا الهداف البولندي ليفاندوفسكي بدايته الرائعة لهذا الموسم، وانفرد بترتيب هدافي الليجا رافعا رصيده إلى 6 نقاط بعد أن دخل بديلا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65، وده طبعا يعني بعدما افتتحت المباراة بهدف في الدقيقة 55 قبل أن يضيف البديلان أنسو فاتي في الدقيقة 86، وأيضا الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 92 الهدفين الآخرين بعد الاستئناف. ومن البوابة سبورت، الدوري الإيطالي يوفنتوس يتعادل مع ساليرنتانا في مباراة مثيرة. انتهت طبعا أمس زي ما كلنا تابعنا أو عشاء طبعا الساحرة المستديرة تابعت مباراة يوفنتوس وساليرنتانا بنهاية دراماتيكية، حيث تعادل الفريقين بنتيجة 2-2، وأقيمت المباراة اللي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب أليان ستاديوم ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي. وشهدت المباراة طبعا إثارة كبيرة، حيث
كان اليوفي متأخرا بهدفين في الشوط الأول يتعادل مع ضيفه طبعا في الدقائق القاتلة من اللقاء، والذي شهد إشهار 8 بطاقات صفراء وثلاث بطاقات حمراء في صفوف الفريقين، وده طبعا يعني كان شيء غريب جدا على متابعي المباراة. وألغى حكم مباراة الهدف كمان لفوز الصالح أو الهدف اللي كان محسوب لصالح نادي يوفنتوس اللي سجله طبعا ميلك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو أو الفار، تم إلغاء الهدف. وبعد انتهاء المباراة كده بالتعادل بيحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، في محل سالرنتانا في المركز العاشر برصيد 7 نقاط. أخيرا بقى من كرة طبعا يعني يمكن العنوان الأبرز أو المثير خلال هذه الجولة، يمكن كلنا تابعنا طبعا إقالة توماس توخيل خلال الفترة الماضية وخلال الأيام القليلة الماضية بعد الحقيقة خسارة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا. والحقيقة من ساعتها كان يعني يمكن توماس توخيل ما خرجش عن صمته أو اتكلم عن هذه الإقالة المفاجئة، سواء كانت مفاجئة لي أو أيضا لجمهور نادي تشيلسي، لأن طبعا كان في توتر أيضا في العلاقات ما بينه وما بين مالك النادي الجديد. ويعني يمكن العنوان الأخير معنا بيتحدث عن هذا الأمر، وطبعا يعني يمكن من موقع كورة توخيل: أنا مدمر لإقالتي من تدريب تشيلسي. يشعر طبعا الألماني توماس توخيل الذي تحدث لأول مرة منذ إقالته من تدريب نادي تشيلسي أو منصبه كمدرب لنادي تشيلسي بالصدمة بسبب القرار الذي كان مفاجئا. ويمكن يعني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي والشخصي على تويتر يمكن اتكلم كتير جدا عن يعني هذه الإقالة بشكل مفصل، وقال يعني: هذه واحدة من أصعب العبارات التي اضطررت إلى كتابتها، هي واحدة من أو كنت أمل أن لا أحتاج إلى كتابتها لسنوات عديدة. أنا مدمر لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى. وأضاف: هذا نادي شعرت فيه بأنني في بيتي على الصعيدين المهني والشخصي. شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين لأنهم جعلوني أشعر بترحيب كبير منذ البداية. واختتم كلامه طبعا توماس توخيل بعد الإقالة عبر حسابه على تويتر: الفخر والفرح اللذان شعرت بهم لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد. يشرفني أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي، وستظل ذكريات 19 شهرا الماضية دائما لها مكانة خاصة في قلبي. طبعا دي كانت جميع عناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، عودة الاستوديو مرة أخرى. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح على هذه التغطيه المتميزه.